بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور وصلنا إلى قول الشيخ: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فحبسه المشركون عن صلاة العصر حتى مسى بها، فقال: اللهم املأ بيوتهم وأجوافهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي الظهر والعصر يوم الأحزاب، فذكر بعد المغرب، فقال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا. وأخرج البزار بسند صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وأخرج البزار بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقلوبهم نارا. وأخرج ابن منده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموتور أهله وماله من وتر، صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر. وأخرج الإمام أحمد وابن جرير والطبراني رحمهم الله عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا وإنما هي صلاة العصر. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير والطبراني والبيهقي عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى، صلاة العصر. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على الصلوات كلهن، وأوصانا بالصلاة الوسطى، ونبأنا أنها صلاة العصر. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فقال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنها الصلاة الوسطى. وأخرج ابن جرير والبيهقي من طريق أبي صالح وهو ميزان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وأخرج الطحاوي من طريق موسى بن وردان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والطحاوي عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال: سأقرأ عليها القرآن حتى تعرفها، أليس يقول الله تعالى في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل المغرب، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم العتمة، ويقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي الصبح. ثم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هي العصر. وأخرج ابن سعد والبزار وابن جرير والطبراني والبغوي في معجمه عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة ابن عبد شمس، فقال: أعنى أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه، ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. وأخرج ابن جرير عن إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ إصبعي الصغير فقال: هذه الفجر، وقبض التي تليها وقال: هذه الظهر، ثم قبض الإبهام فقال: هذه المغرب، ثم قبض التي تليها فقال: هذه العشاء، ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى. فقال: أي صلاة بقيت؟ فقلت: العصر. فقال: هي العصر. وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن رضي رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن جرير عن عروة رضي الله عنه قال: كان في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وأخرج وكيع عن حميدة قال: قرأت في مصحف عائشة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن أبي داود عن قبيصة بن ذؤيب قال في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبي مريم أن عائشة أمرت بمصحف لها أن يكتب وقال: إذا بلغت حافظوا على الصلوات فلا تكتبوها حتى تؤذنوني. فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قال: تكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن جرير والطحاوي والبيهقي عن عمرو بن رافع قال: كان مكتوما في مصحف عائشة في مصحف حفصة رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين. وأخرج المحاملي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
سمعت السائب بن يزيد تلا هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن جرير والطحاوي من طريق رزين بن عبيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها: والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج وكيع والفريابي وسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر التي فرط فيها سليمان حتى توارت بالحجاب. وأخرج وكيع وسفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج عبد بن حميد والطحاوي من طريق أبي قلابة رضي الله عنه قال: كانت في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي بن كعب. وأخرج ابن جرير والطحاوي من طريق سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن المنذر والطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن المنذر والطحاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج الدمياطي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق نافع عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرها قالت: اكتب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: كنا نتحدث عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قبلها صلاتان من النهار وبعدها صلاتان من الليل. وأخرج وكيع وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد عن سالم بن عبد الله أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الوسطى هي العصر.
وأخرج الطحاوي عن أبي عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح، وفدي إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم أربعة فصارت الظهر، وبعث عزير فقيل له: كم لبثت؟ قال: يوما، فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم، فصلى أربع ركعات فصارت العصر، وغفر لداود عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا. وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: الوسطى هي صلاة العصر. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: هي العصر. وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين رحمه الله قال: سألت عبيدة عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصر. وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلاة الوسطى المغرب. وأخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب قال: الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها، ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها. وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: سأل رجل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى قال: حافظ على الصلوات تدركها. وأخرج ابن أبي سيبة ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم أن سائلا سأل عن الصلاة الوسطى قال: حافظ عليهن، فإنك إن فعلت أصبتها، إنما هي واحدة منهن. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين رحمه الله قال: سئل شريح عن الصلاة الوسطى فقال: حافظوا عليها تصيبوها. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أخرج وكيع وأحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والبياقي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: وقوموا لله قانتين، قالوا: كانوا يتكلمون في الصلاة، يجيء الرجل خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه بحاجته فنهوا عن الكلام. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة مثله. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن محمد بن كعب قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم كما يتكلم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم، حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فتركوا الكلام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية قال: كانوا يأمرون في الصلاة بحوائجهم حتى أنزل وقوموا لله قانتين، فتركوا الكلام في الصلاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رحمه الله قال: كانوا يتكلمون في الصلاة
وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة، فأنزل الله تعالى: وقوموا لله قانتين. فقطعوا الكلام، فالقنوت السكوت، والقنوت الطاعة. وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقوم في الصلاة فنتكلم ويسأل الرجل صاحبه ويخبره ويردون عليه إذا سلم، حتى أتيت أنا فسلمت فلم يردوا علي السلام، فاشتد ذلك علي. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أن أمرنا أن نقوم قانتين، لا نتكلم في الصلاة، والقنوت السكوت. وأخرج ابن جرير من طريق زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فلما انصرف قال: قد أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة، ونزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين. وأخرج ابن جرير من طريق كلثوم بن المصطلق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عودني أن يرد علي السلام في الصلاة، فأتيته ذات يوم فسلمت فلم يرد علي، وقال: إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإنه قد أحدث لكم في الصلاة ألا يتكلم أحد إلا بذكر الله، وما ينبغي من تسبيح وتمجيد، وقوموا لله قانتين. وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى من طريق المسيب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أنه نزل في شيء، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله، إن الله يحدث في أمره ما يشاء، فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القانت الذي يطيع الله ورسوله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقوموا لله قانتين، قال: مصلين. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقوموا لله قانتين، قال: مصلين. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: كل أهل دين يقومون فيها عاصين، فقوموا أنتم لله طائع مطيعين. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الضحاك في قوله: وقوموا لله قانتين، قال: مطيعين لله في الوضوء. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: إذا قمتم في الصلاة فاسكتوا، لا تكلموا أحدا حتى تفرغوا منها، والقانت المصلي الذي لا يتكلم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والأصبهاني في الترغيب والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد رحمه الله في قوله: وقوموا لله قانتين، قال: من القنوت الركوع والخشوع، وطول الركوع يعني طول القيام، وغض البصر، وخفض الجناح، والرهبة لله. كان الفقهاء من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن سبحانه وتعالى أن يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يشد بصره، أو يعبث بشيء،
أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا حتى ينصرف. وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقوموا لله قانتين، قال كانوا يتكلمون في الصلاة ويأمرون بالحاجة، فنهوا عن الكلام والالتفات في الصلاة، وأمروا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلاة قانتين خاشعين غير ساهين ولا لاهين. وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وأخرج الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إلي إشارة. وأخرج البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نرد السلام في صلاتنا فنهينا عن ذلك. وأخرج الطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليه. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. قيل: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. قال: فلا أدري اليسير للقيام أو القنوت. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقنت في الفجر ولا في الوتر، وكان إذا سئل عن القنوت
قال ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. وأخرج الإمام البخاري والبيهقي من طريق أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب. وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وأخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.